بعد خضوع مختلف هياكله ومنشآته لعملية تهيئة وعصرانة واسعة ساهمت في تحسين نوعية الخدمات، المركب السياحي لسيدي فرج بات مقصد العديد من العائلات الجزائرية والسياح الأجانب لقضاء العطلة الصيفية. الفندق راهو موافق للمعايير الدولية من حيث الفندقة وجودة الخدمات، وتمت عصرانة المسار اللي مر به الكليون من البريمير كونتاكت للسيت انترنت حتى الدرني كونتاكت هنا في الاوتيل سي لو تشيك اوت تاعو. قمنا بتخصيص اسعار في متناول الجميع في متناول العائلات الجزائريه وبضبط برامج صيفيه خاصه بهم، كما خصصنا اماكن داخل ميناء النزهه لسيدي فرج خاصه بالاطفال للتسليه واماكن لعرض المنتجات والصناعه التقليديه الجزائريه. فندقاء المرسى وإقامة مارينا اللذين شهدا إعادة تأثيث الغرف وتجهيز فضاءات الاستقبال والترفيه يستقطبان عددا كبيرا من المقيمين الذين أشادوا بنوعية الخدمات المقدمة والأسعار، خاصة بعد انخفاضها بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 25%. C'est ma première expérience. Franchement, c'est familial, c'est propre. J'ai rien à dire, حاجة نظيفة bien. البارح هي خصوصا ils ont fait une soirée familiale. C'était bien passé. On se claque très très bien. يستقبل ما شاء الله، الناس ملاح، لاكاي، لي شومبر ملاح، الريستورون مليح، الكافيتيريا، البيسين، كل شيء مليح. مع أفول الشمس يعج المكان تدريجيا بالعائلات التي تتوافد تباعا على أرجاء المركب. الإقبال يتزايد بالمطاعم والمحلات إلى غاية ساعات متأخرة من الليل، هكذا تصبح الأجواء ليلاً بالمركب السياحي لسيدي فرج. العائلة الجزائرية واش تحوس؟ تحوس لو غيسبي، الاحترام، وين يتهلاو فيهم، وين يكونوا آلاز قاعدين فاميليال مع وليداتهم، احنا هذا واش نحوسوا؟ بكري نجيو ليه، دونك سي بو سا كاين حوايج اللي خلونا باش نجيو لهنايا باش كيما لي ريستورون لي بيفات دونك نو سي ان بون اندرو. لي زاني 90 سيتي نوتر كوان بريفيري فريمون سي ايور اون الي با ايور اون فيني كا سي دي بلوت و شوف 30 ans après اون لو روتروف. عملية التهيئة والعصرانة التي خضع لها المركب السياحي لسيدي فرج تدخل ضمن مخططات الدولة لإعادة بعث السياحة في الجزائر ورد الاعتبار بدرجة أولى لهذا المعلم السياحي بالنظر إلى طابعه المعماري التقليدي الأصيل.